لكن عايز اقول لكم ان انتم سعداء الحظ، سعداء الحظ لاسباب متعدده. السبب الاول انكم جئتم في عهد النقيب الجليل الاستاذ سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. الامر الاخر انتم موجودون الان مع مجلس نقابه قدم تحديات، يعني واجه تحديات وقدم ليكم لبكره مش لينا احنا. قدم التنقيه، قدم مبنى النقابه، قدم مع النقيب طبعا قانون المحاماه. انتم محظوظون ان انتم جئتم في عهد ارجو ان تستثمروه. بكره ليكم انتم مش لينا احنا، يعني بكره منكم هيبقى على نفس المنصه، بكره منكم هيبقوا في النقابه، منكم هيبقوا محامين مكاتب كبيره ومكتب حر او ادارات قانونيه، اصحاب مكاتب حره او قطاع عام. انتم محظوظين انه النقابه الان النقيب يولي ويهتم بقطاع التدريب المستمر. التدريب المستمر ده اللي هو المتخصص، مش بس المواد العلميه، لا كمان المواد العمليه. انتم مقدمون على النقيب الان يتبنى مع لجنه التدريب والبحوث والدراسات اللي بشرف بانني مقررها في برنامج سوف يظهر عقب اكتوبر اسمه محامو المستقبل. محامي المستقبل اللي عايز يبقى محامي من ضمن المحامين المواكبه للمستقبل فليهتم بهذا البرنامج. هنيئا لكم وهنيئا للزملاء المحامين، واحنا بنسعد ان بنلاقي في القاعه زميلات محامين ومحامين ابنائهم بيحلفوا اليمين النهارده، فالف تحيه ليهم والف تحيه ليكم، وعاشت نقابه المحامين ليكم ولمصر. شكرا.